أكد معالي الشيخ خالد بن عبد الله الخليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن ما تتصف به العلاقات الأخوية الوطيدة التي تجمع مملكة البحرين والمملكة العربية السعودية الشقيقة من عمق ومتانة يستند إلى إرث تليد وزاخر بالمواقف المشرفة وحاضر مزدهر يعكس ما تحظى به على الدوام من دعم واهتمام من جلالة ملك البلاد المعظم وأخيه خادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية حفظهما الله ورعاهما. وأشار معاليه إلى أن الحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز مسارات التعاون والتكامل يأتي ترجمة للرؤى المشتركة لسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وأخيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية حفظهما الله، تلبية لتطلعات الشعبين الشقيقين لمزيد من الترابط والتنسيق المشترك في مختلف المجالات. جاء ذلك لدى لقاء معاليه صباح اليوم في مكتبه في قصر القضيبية بحضور سعادة السيد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، معالي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية. وخلال اللقاء رحب معالي الشيخ خالد بن عبد الله بمعالي الدكتور الربيعة والوفد المرافق مشيدا بما اختص المولى عز وجل به المملكة العربية السعودية الشقيقة من شرف في خدمة ضيوف الرحمن الذين يتوفدون لبيت الله الحرام من مختلف بقاع الأرض عموما ومن مملكة البحرين خاصة، وذلك لتأدية شعيرتي الحج والعمرة وسط تسهيلات وأجراءات سلسة تكفل أداء المناسك بيسر تام، منوها في هذا الصدد بالتعاون القائم بين وزارة الحج والعمرة السعودية واللجنة العليا لشؤون الحج والعمرة. كما أثنى معاليه على الجهود الجبارة التي هيأتها المملكة الشقيقة من بنية تحتية ومرافق خدمية هائلة عبر مشاريع التوسعة الشاملة والتي شهدها الحرمان الشريفان بمكة المكرمة والمدينة المنورة لضمان تشغيلهما في كل الأوقات مع استيعاب أكبر قدر ممكن من ضيوف الرحمن، مع تعزيز ذلك ببنية تحتية رقمية متطورة تتيح للمسافرين تنظيم إجراءاتهم وتخطيطها قبل الوصول إلى الديار المقدسة من خلال منصة نسك. من جانبه أعرب وزير الحج والعمرة بالمملكة العربية السعودية عن شكره لمعالي نائب رئيس مجلس الوزراء على حفاوة اللقاء، مؤكدا رسوخ العلاقات الاستثنائية الأخوية والمتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين ومواصلة التنسيق الثنائي بين الجانبين لا سيما المتعلق بخدمة المعتمرين والحجاج راجيا لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار.